واحنا بعدنا في طريقنا للطابق الوسطي يعني الطابق الثاني. بيبتدوا بالبري فلود وورلد يعني العالم قبل الطوفان، فبيشرح 6 أيام الخليقة. لكن بعد كده بنشوف ازاي الانسان دمر كل ده بالخطية. نعم. واحتاج الى عقوبة، او كان لازم فيه عقوبة الله تيجي على البشر. ده اسمه إجوانا من الريبتايلز اللي هو الزواحف، وده بيورينا حجمهم وشكلهم المتوقع. احنا في الطابق الثالث. ايوه. وكما بتطلع مساحات شاسعة يعني للفلك، حاجة الحياة ضخمة جدا زي ما احنا شايفين. عم نشوف من هون المكان. اكيد في مكان الصيانة. دي كلها حاجات تصورية، لكن ان في ورشة وان في نجارة وعندهم سبير لعربنات ولا علشان الروس ده اللي بيشلوه بيحركوه. الجدير بالذكر انه من هون ممكن تشوف مسافة بعيدة طويلة. على الطرفين برضو الأعمدة. أنا يعني طبعاً. ضخامة الأعمدة. ده بيسموها living quarters، يعني الأماكن اللي كانوا عايشين فيه بقى العيلة. بيورينا سام والناحية دي ده يافث. يافث والموسيقى والأشغال. بيورينا الزوجة وهي بتشتغل في المطبخ وبتعمل البهارات. وممكن يكون عندهم حاجات يزرعوها جوه لان في ضوء وفي حرارة. ده مجرد تصور طبعا، بيورينا ازاي الحياة كانت مستمرة، ازاي ان هم كانوا عايشين حياتهم بصورة طبيعية الى حد كبير. وده اماكن النوم وبتتقفل الستاير دي. وده نوح وهو بياخد الحمامة لما رجعت له بغصن الزيتون. طبعا للناس اللي شايف الخشب العمدان ده العمود من الاسفل لفوق لاخر الفلك، يعني خشبي كامل او عمود من الخشب كده. اعتقد ان المشاهد يا اخي نزار هيفهم الابعاد الكتابيه للفلك المذكور في سفر التكوين، ويعرف انه كان بناء قوي يحمي اللي جواه ويحمي كل الخلائق اللي الله صنعها عشان تخرج بعد انتهاء الطوفان وتعمر الأرض مرة تانية. شكراً كتير أخ ناجي. ومن الفلك يعني من مكان الفلك أنا بحييكو وبصلي فعلاً إنه هاي المعلومات البسيطة لمست قلبك ولمست حياتك. الرب يكون معك.